اصطاد نظام يوليو العسكري وانهاء المحاكمات العسكريه سواء المدنيين او الثوار العسكريين ورفض وجود سجن في قضايا مصر. رفض وجود سجن يعني تهل متواجد دم كبير ورفض وجود سجن ولا التقرير وسائل الاعلام خاصه التلفزيون المصري؟ الثوره ملهاش ثلاث مطالب بس، الثوره ليها مطالب كتيره جدا، والاعلام هو حاجه من الوسائل سواء كان مطبوع او الكتروني او تلفزيوني، هو حاجه من الحاجات اللي عامله في ظهرنا كتير كثوار، وهو احد مطالب الثوره هو وجود حل للجزء الفاسد من الاعلام اللي بيتعنى احنا كثوار في ظهرنا. بما انك انت كنت سجين قضيه راي، فايه اللي ممكن توقف؟ بما انك سجين قضيه راي، ايه اللي ممكن توجهه دلوقتي للمشير؟ المشاهدين المصريين لسه خارج من قضيه راي. سجن اي مفكر في قضيه راي هو حرمان للشعب انه يعرف. جينا هنا اولا عشان كان المفروض في معتصمين هنا خطوات للانضمام او لمسانده المعتصمين، بنطالب بتطهير الاعلام. المفروض اعلام مصر بعد الثوره ما يبقاش اسوء من اعلام مصر قبل